جهود متواصله تبذلها القياده السياسيه في مصر لمساعده الاشقاء الفلسطينيين على جميع المستويات وكانت مصر من الدول التي آلت على نفسها منذ اندلاع الصراع عدم المتاجره بقضيتهم والثبات على موقف واحد هو ضروره قيام الدوله الفلسطينيه وعاصمتها القدس الشرقيه. وكانت مصر اول من تصدي لفكره الهجره القسريه والسعي لتسويهها سياسيا ووقف اطلاق النار وادخال المساعدات للمحاصرين في غزه وحل الدولتين. ستظل إغاثة الشعب الفلسطيني هي عنوان تحركات مصر السياسية والدبلوماسية والإنسانية دائماً وأبداً، تحركات تدعم الأشقاء دون المتاجرة بأرواحهم وترفض سياسة فرض الأمر الواقع من أي طرف كان مهما بلغت التحديات. في ضوء تلك العقيدة وذلك الموقف أكد الرئيس السيسي عزم مصر دفع كمية من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم سالم. وذلك بصوره مؤقته لحين التوصل الى اليه قانونيه لاعاده تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني وخلال اتصال مع نظيره الامريكي جو بايدن اكد الرئيس السيسي ضروره تضافر المساعي المختلفه لانفاذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعيه الدوليه كما شدد الجانبان على رفضهما كافه محاولات تهجير الفلسطينيين خارج ارضهم ودعمهما لكل السبل الهادفه لمنع تفاقم وتوسع الصراع تاكيدات الرئيس السيسي جاءت لتذكر الجميع بثوابت مصر ازاء قضيه العرب، ثوابت ستظل حائط صد امام اي محاولات لتصفيه القضيه او لعزل قطاع غزه عن العالم، وبالطبع لا مجال للحديث عن مقترحات تهجير لا في الماضي ولا في المستقبل قريبا كان او بعيدا، وامعانا في التمسك بالثوابت، شدد مصدر رفيع المستوى على ان معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني مؤكداً أن مصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وأضاف المصدر رفيع المستوى أن استئناف إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم جاء من منطلق حرص مصر على التخفيف من وطأة نقص المساعدات ولحين عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي وفق آلية متفق عليها وهو الأمر الذي رحبت به الرئاسة الفلسطينية من جانبها إلى ذلك سيظل معبر رفح مصريا فلسطينيا مهما حاول أي طرف قلب الحقائق أو التحايل عليها